أصدر الرئيس السابق لجزر المالديف محمد نشيد وثيقة نشرت في صحيفة إنديان إكسبريس الهندية، قال فيها إن الرئيس الحالي عبد الله يمين يخون سيادة المالديف في عملية توسيع ثروته الشخصية. وأضاف أن نفوذ الأجنبي لدول أجنبية مثل الصين متورطة في الاستيلاء على الأراضي ضد مصلحة المالديف. ردا على ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الصينية جانغ شوانغ إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة. عندما تولى السيد نشيد منصب الرئاسة، قدمت الصين مساعدات جوهرية إلى المالديف وعززت التعاون العملي بين البلدين، وقد حققت نتائج هامة. لا نعلم ما إذا كان السيد نشيد يعتقد أنه يمكن وصف هذا التعاون بأنه مفترس. ردا على ذلك قال جان شوان إن التعاون بين الصين والمالديف في السنوات الأخيرة يقوم على الاحترام المتبادل والمعاملة المتساوية. في السنوات الأخيرة وصلت الصين والمالديف تعزيز تعاون في البنية التحتية ومشاريع معيشة الشعب على أساس الاحترام المتبادل والمساواة. والصين لم تعلق أبدا أي شروط سياسية لمساعدة المالديف ولم تتضرر سيادة واستقلال المالديف، ناهيك عن الخطر على أمن منطقة المحيط الهندي. رفض رئيس المالديف عبد الله يمين مؤخرا إطلاق سراح زعماء أحزاب المعارضة بحسب أمر المحكمة العليا، ومن بينهم الرئيس السابق محمد نشيد، مما أدى إلى نشوب أزمة سياسية. وبالإضافة إلى ادعاءات بأن الصين متورطة في الاستيلاء على الأراضي في المالديف، دعا نشيد الهند إلى إرسال مبعوث عسكري خاص للتدخل في الوضع في المالديف.